المعتلات إن الذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا في سائر المؤمنات، فكيف بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. ما قال ظنوا بعائشة، ظنوا بأنفسهم، لأن عائشة من أعز أنفسهم، من أعز أنفسهم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا توبيخ للذين اندرج عليهم هذا الكلام من المسلمين، توبيخ لهم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، أعاد التنزيه لله عز وجل، هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. نعم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، شوف يكرر سبحانه هذا الفضل وهذا الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم مضى في السياق وذكر حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة، ثم قال الخبيثات للخبيثين. هذا دليل على براءة عائشة، لأن الله لم يكن ليختار خبيثة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبة. الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيبة عائشة رضي الله عنها. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قاله أهل الإفك وأهل النفاق. فهذا موقف المسلمين مما رميت به أمهم وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق. ومن لم يعتقد براءتها فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. نعم. أخبرهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي براها الله في كتابه كما سمعتم في الآيات. هي لما اشتد بها الأمر رضي الله عنها تقول ما كنت أتوقع أن الله سينزل في قرآن يتلى، ولكن كنت أتوقع أن يأتي رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئني الله بها، لكن أنزل الله على القرآن العظيم الذي يتلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها رضي الله عنها. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نعم. فمن قذفها بما براءه الله منه فقد كفر بالله العظيم. كما تفعله الرافضة قبحهم، فإنهم يثيرون لأنهم منافقون ليسوا مسلمين، يظهرون الإسلام وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار.
فهم يثيرون هذه الإشاعة في كتبه وفيما بينه. نعم. ومعاوية رضي الله عنه قال المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو له فضائل، منها أنه خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها، فيكون خالا للمؤمنين في الفضل يعني لا في النسب، خال لهم في الفضل لا في النسب. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي، فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، فهو من كتاب الوحي رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما حصلت الفتنة في وقت علي في خلافة علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وبويع للحسن بن علي من بعد أبيه، ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له، عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن دماء المسلمين وجمع الكليمة. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان في تنازله رضي الله عنه لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين، فاجتمعت الكلمة على معاوية وساس الناس بالحكمة والسياسة الشرعية، وساسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين، فصار في حنوق الفرق الضالة، شجن في حنوق الفرق الضالة وسد الطريق عليهم. وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة يعني انعقدت فيه الجماعة، توحدت فيه الكلمة، وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه، آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحته هو. تحقق فيه قول الرسول: وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، يعني له فضائل، أولا أنه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبة، وثانيا أنه أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خال المؤمنين، وثالثا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا أنه أمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على إقليم عظيم من أقاليم المسلمين وهو الشام، وساسه خير سياسة وأحبه الناس حبا عظيما لحسن سياسته رضي الله تعالى عنه. وخامسا أنه جمع الله به بين المسلمين ودرأ به الفتنة التي كانت مشتعلة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى تنازل الحسن، كانت الفتن مشتعلة بين المسلمين. نعم. قال المؤمنين: وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين. نعم. ومن فضائلها أنه من كتاب الوحي
ولم يكن الله ليختار لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين. نعم. أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. نعم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين قاتلهم وكافرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. هذا مكمل لما سبق مع الولاة، الجهاد والحج ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك السمع والطاعة. السمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المبتدعة. نعم. ما لم يأمروا بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عداها. ما هم معناه أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، لا، أو يجوز الخروج عليه، لكن نتجنب المعصية التي أمرنا بها ونلزم الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس فيها معصية. نعم. فإنه لا طاعة لأهل في معصية الله كائنا من كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعته، بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. نعم. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجب طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. نعم، هذا سبب أيضا أن الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور، سبق الكلام عنها. الأول اختيار أهل الحل والعقد له، كما حصل في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن بيعته تمت بالإجماع، بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته في ذلك، كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته، كما حصل من معاوية رضي، كما حصل لعبد الملك، عبد الملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، فيلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيب المسلمين لسفك الدماء واختلاف الكلمة. بهذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمعت هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف، قيل لا تصح الصلاة خلف الفاسق، وهذا المذهب مذهب الحنابلة على هذا كما في متن الزاد. والقول الثاني أنها تصح خلف كل مسلم، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نعيش في دولة خارج هذه البلاد انتشرت فيها الصوفية، وتجد مساندة من الحاكم ووسائل الإعلام وأئمة المساجد، ولذلك انتشر الشرك في الناس من الغلو في الأولياء والطوائف والقبور، وعوام الناس منقطعون بأن ما يفعلونه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عدد قليل من دعاة الحق لكن إمكاناتهم محدودة.
وهم محاربون. فضيلة الشيخ والحال كذلك طلاب العلم هناك مختلفون، هل مثل هؤلاء الجهلة يعذرون للجهل أم لا؟ وما هو الذي يترتب على تكفيرهم؟ أرجو بيان فضيلتكم. أما الجهل فلا يعذرون لأنهم ليسوا جهلا، سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحذير، فهم ليسوا جهلا، بلغتهم الحجة، ومن بلغته الحجة فلا عذر له. ربما أنه الواحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب، هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهؤلاء ليس لا يعذرون بالجهل لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع وضوح الحجة عليه. وأما دوركم أنتم فتقومون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا للسلطان، فمن لم يستطع فبلسانه، وهذا لكل من ليس له سلطة، يبين للناس بالكتابة بالخطابة بالمحاضرات بالدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق، هذا الواجب عليكم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالقلوب لا يملك هدايتها إلا الله، أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، من ارتكب محرما مستحدا له نكفره بما تثبت المية الصغيرة والكبيرة أم لا؟ وهل هناك فرق بين المتأول وبين من يعلم الحرمة؟ هذا مقيد بالمجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه بين المسلمين كالخمر والسرقة والزنا وأكل الربا، من استحل شيئا مما أجمع عليه بين المسلمين أنه يكون كافر. أما المسائل الخلافية التي فيها اختلاف، بعض العلماء يقول حرام، بعضهم يقول ليست حراما نظرا لتجاذب الأدلة، هذا لا يكفر من خالف فيها، لكن إن ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فإنه يخطأ أو يضلل، لكن لا يقسم من كفره نظرا لوجود الخلاف في المسألة. نعم. فلعله أخذ بالقول الثاني ظانا أنه هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، وردت هذه الجملة في عدة كتب من كتب الاعتقاد كالطحاوية والمنع وغيرها. نعم. ويستدل بها المرجئة على أنه لا يكون الكفر بالعمل وإنما يكون بالاعتقاد فقط، فأرجو بيان الفهم الصحيح لها. عمل دون الشرك، لازم تقييد العمل بأنه دون الشرك، أما العمل الذي فيه شرك السجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يحكم بكفر، يحكم بكفر لأن هذا عمل كفر. وكذلك ترك الصلاة، صحة الأحاديث والأدلة بكفر تاركها ولو لم يكن جاحدا لوجوبها، وما هو على إطلاقه، والمؤاخذة على هذه العبارة الإطلاق، وكان ينبغي أن تقيد أن يقال العمل دون الشرك، وأيضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاة، لا بد من هذين القيدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين الحديث الذي ذكر من قبل الصحابة والحديث الذي تمنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي إخوانك فقال الصحابة أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. ثم بينا أن من صفات هؤلاء القوم أن أحدهم له من الأجر على الصبر
رب العالمين أجر 50 من الصحابة. ما هو أجر 50 من الصحابة لأنه أفضل من الصحابة، لكن لأنه صبر، لأنه صار في وقت ما له ناصر ولا أحد يعينه، فهو صبر وتمسك بالدين، فهو من هذه الناحية أفضل. لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منه، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، فلا منافاة بين هذا وبين أن الصحابة هم أفضل في الأمة، لا منافاة، الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق. وكون بعض المتأخرين يحصل على فضيلة يختص بها لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة، لأنه عنده فضيلة واحدة وهم عندهم فضائل تغطي عين الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من التشريع أم هو من خصائصه؟ نعم. هل يعتبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من التشريع أم هو من خصائصه؟ وذلك مثل الزواج بالكبيرة أو الزواج بالصغيرة، فكثيرا ما أمر الصحب وغيرها التحذير من تفاوت العمر بين الزوجين. أرجو بيان فضيلتكم. هذه من جملة الدسائس التي يريدون بها محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس، مثل ما هو في بلاد الكفر بالمخادمة والمصاحبة وغير ذلك من أمور الخنا، هذا الذي يريدون. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد شريف، سواء كان من كبير على صغيرة أو العكس، أو من صغيرة أو من كبير أو من كبيرة على صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه، أكبر منه عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من التزاوج بين الكبير والصغير في الإسلام، بل هذا من المصالح، المصالح العظيمة. فهذه مما يشنشن بها إما أعداء الإسلام وإما المنخدعون بدعايات المضللين، فلا ينتبه إليه. الزواج بالإسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعكس، ويكون بين الغنية والفقير، ويكون بين المتعلمة وغير المتعلم، هذا أمر مطلوب، والإعفاف والإحصان وحصول الزواج والذرية وكل هذه الأمور مصالح عظيمة، فلا ينتبه إلى شنشنة هؤلاء. يقولون لا يتزوج الكبير من الصغير، وهذا خاص بالرسول، من اللي قال ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما عجزوا عن الاجابه عن هذا الحديث قالوا هذا خاص بالرسول، علشان يسلمون منه، مع انه خاص بظهوره. يقولون لا يتزوج الانسان باكثر من واحد، لان هذا يسبب مشاكل، يسبب وينفرون من الزواج تعدد الزوجات، وقد أباحه الله تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والرسول عدد. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج بأكثر من أربع، هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم، أما الأمة فقصرت على أربع. يقول لا يتزوج القريب من القريبة، لأن هذا يسبب الآفات وتشويه الجنين وإلى آخره، يعني يريدون يقللون من الزواج مهما أمكن، ثم في النهاية يقولون ما هو بلازم الزواج، ما هو بلازم الزواج، العلاقة تكون بين الذكر والأنثى بالحرية مثل البهائم، هذا مقصود. وقد ينخدع بهم بعض المسلمين الذين لا يدركون غور الأمور، فينخدعون ببعض هذه الدعايات ويروجون. أما من وافقهم على هذا فهو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المالية رضي الله عنها تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. مالية ما هي من الزوجات، وإنما هي سرية مملوكة، وطيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته يوم القيامة أي في الجنة، وسؤالي هو هل زوجات المؤمنين من هذه الأمة يعتبرن عنها في الدنيا؟ مات عنها عدة أزواج في الدنيا، تخير بين أحسنهم، تختار أحسنهم خلقا، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، من المحارب؟ ولذلك المرأة تتزوج بعد زوجها، المرأة تتزوج بعد، ولو كان عقده باق عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد عليها أحد. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، من المحارب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. المخاطب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني السبب في هذا الحديث، وإن الخطاب عام، لكن السبب في هذا الحديث أن خالدا رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة، فكأن خالدا رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، الترتيب الذي ذكرتموه في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هل هو على أساس ترتيب الزواج؟ لا ما هو على الترتيب، أنا ما ذكرته على الترتيب، حسب الذكر، حسب ما يأتي بالذكر، ولا ما هو على الترتيب. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، لدي مدير مباشر ويأمرني أحيانا بارتكاب مخالفات شرعية في العمل، هل أطيعه لأنه مديري أم أفعل طاعة له وبعد ذلك أطيع المدير العام بفعله وكيف أتصرف معه والحال كذلك؟ اللي فيه معصية لله أو فيه ظلم لأحد لا تطعه به، إذا كان فيه معصية لله قال لك وخر الصلاة لا تصلي عليه، لا طلعت تصلي، تقول لا سمع ولا طاعة، الصلاة بصلي مع المسلمين وبصلي في المسجد مع جماعة المسلمين ولا تحبسني عن الصلاة، أو قال قدم معاملة واحد مستحق على معاملة واحد غير مستحق لأن له واسطة أو له اتصال مع المدير لا تطيعه، قل لا، قل أنا لا أعمل هذا، أما أن تعمل كيف، أما أنا فلا أعمل هذا، أظلم الناس، هذا معصية لله عز وجل. نعم. وأما الأمور المباحة أمرها سهل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ومن السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة ها هنا، وليس المراد بالسنة المستحب، لأن هجران أهل البدع واجب وليس بمستحب فقط، ليس بمستحب فقط وإنما هو واجب. والسنة قد تطلق، السنة الأصل أنها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق ويراد بها المستحب، ولكن الغالب أن المراد بها المعنى الأول، فإذا قيل من السنة كذا فمعناه أنه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هجر أهل البدع، الهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك، ترك الشيء، ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، سميت هجرة
لأن ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى: والرجز فاهجر. والرجز هو الأصنام، واهجر يعني اترك، اترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة ترك، وهجران أهل البدع يعني ترك أهل البدع، ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة، على طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المؤانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز، لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم، وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم. والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم ويبتعدوا عنه. لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يرى أن ما هو عليه هو الحق، يرى أن ما هو عليه هو الحق، يزينه له الشيطان. فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب المبتدع. ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته، وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل، قريب من التوبة. خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته، ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع. فلهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويخجل ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين، بخلاف المبتدع فإنه بالعكس والعياذ بالله. والبدعة فتنة عظيمة، فتنة للقلوب. إذن ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء من الدين، إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه، على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه بالبدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدعة: إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين، فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص وكذب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة أصلية كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، تعبد إلى الله بشيء ليس له أصل في الدين كإحداث بدع الموالد، هذه لا أصل لها في الدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء والصالحين، هذه بدعة لا أصل لها في الدين، وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها بأنها خير وأنها هي بدعة وشر، هي شر. وإن قالوا إنها بدعة حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى، أما البدع فإنها من أهواء الشياطين. وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقضى على السنن، ولا تجتمع السنن والبدع كما جاء في الحديث ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فيتحول الدين من سنن إلى بدع ومحدثات، فلا يفتح المجال أبدا للبدع ولا يتساهل أبدا. بدعة أصلية وهي أن يحدث في الدين عبادة أو تقرب إلى الله لا أصل له، وقد تكون بدعة نسبية، أصل الشيء مشروع لكن يخصص بزمان أو بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله، مثلا صيام بعض الأيام خاصة مثل يوم النصف من شعبان أو صيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم أو النصف من شعبان، الصيام أصله مشروع لكن إضافة تخصيص الوقت بدون دليل، إنك تخصص وقت بالصوم بدون دليل أو تخصص مكانا بالعبادة تخصه بالعبادة بدون دليل، هذه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. تخصيص مكان أو زمان للعبادات الشرعية هذا لا أصل له بدعة، وهو يكون بدعة إضافية، بدعة إضافية لأنك أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة، وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة على صاحبها ويجب تحذير منها ومن أصحابها. جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنكرته، قال وما هو؟ قال سوف تراه. فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوما مجتمعين، قوم مجتمعين وعندهم أكوام من حصى، وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحصى، أهللوا كذا وكذا، كبروا كذا وكذا، ويكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون من الحصى أعدادا معينة كذا وكذا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعون بدعة عظيمة؟ قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير. قال وكم مريد للخير لا يدركه. ثم أنكر عليهم هذا العمل. التسبيح والتهليل والتكبير مطلوب، لكن بدون هذا الصفة، بدون هذا الاجتماع، عقد الاجتماع، وبدون عدد محدد إلا بدليل. التهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليهم رضي الله عن هذا الصنيع، مع أنهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفة التي أحدثوها هذه بدعة. وما أنكر عليهم الذكر، ولكن أنكر عليهم هذه الصفات المحدثة وغلظ عليهم في ذلك، وأنكر عليهم وفرقهم. قال الراوي فرأيت هؤلاء أو كثيرا منهم يطاعنوننا في النهروان. بدعتهم تحولت بهم إلى أن قاتلوا أهل السنة في وقعة النهروان التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا مع الخوارج والعياذ بالله. هذا مآل البدعة والعياذ بالله، هذا مآل البدعة، كيف تذهب بصاحبها. فمن طريقة أهل السنة أو من السنة كما يقول المصنف هنا هجران أهل البدع حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لأن في عدم هجرهم تشجيعا لهم وإقرارا لهم وتغريرا بالناس أيضا أن ينخدعوا بهم. فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجفلون عنهم، وهم أيضا يخجلون أمام الناس. ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة، كانت مغمورة جدا لا تظهر، وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن أنه المبتدع تذكر حسناته، يذكر حسناته ويبين ما عنده من البدع وتذكر حسناته والموازنات. نقول هذا تشجيع لهم، إذا ذكرت أن المبتدع له حسنات يقول الناس أجل ما دام حسنات البدعة يعني سهل ويمكن توفر له وما أشبه ذلك. فهذا فيه ترويج للبدعة وتمرير للبدعة. نحن لم نؤمر بعدد الحسنات، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله؟ ما الذي يدرينا عن هذا؟ لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا أن ننبه على الخطأ ليجتنبه الناس. أما أن نعدد حسنات الناس هذا عند الله له ميزان يوم القيامة، يتوزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطي إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما إننا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة، يقول ما دام من هذه أعماله وعندها حسنات والفضائل أما البدعة جزئية ونحو من ذلك فيتساءل الناس، يتساءل الناس بالبدعة. وفي الثناء على المبتدع فيه تقرير له على بدعته وتشجيع له على بدعته، فهذه طريقة خاطئة. نعم. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، ومباينتهم يعني مفارقتهم، شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلوا هم ويكونوا غرباء في المجتمع، كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة. كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤبه بهم،
وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم. وترك الجدال والخصومات في الدين كذلك من السنة، ترك الخصومات والجدال في الدين. الدين ولله الحمد واضح، بينه الله ورسوله، فالواجب علينا الامتثال والعمل، ولا نتخاصم في أمور العبادات وأمور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا، لماذا أمر الله بكذا، ما هي الفائدة في كذا، ما كما يفعل بعض الناس يمضون وقتهم بهذه الأمور، لماذا كذا ولماذا كذا، ما الحكمة في كذا، ما كان عنده شك وعنده. الواجب الامتثال، إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال، ترك الجدال والخصومة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، واجب الامتثال. إن عرفت الحكمة الحمد لله، وإن لم تعرفها فلست بمكلف في البحث عن الحكمة، أنت مكلف بمعرفة الدليل، وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال، ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة. هذا سبيل المؤمنين، أما سبيل أهل الشك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يضيع وقته في هذه الأمور، وترخص الأوامر والنواهي عندهم، فهذا من عمل الشيطان والعياذ بالله. فهذا في الجدال الذي لا فائدة من وراء، أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب. قال تعالى لنبيه وجادلهم بالتي هي أحسن، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود، لأنه لبيان الحق وحماية الدين. أما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس وأن هذا رجل فاهم، فهذا لا يجوز، لأنه لا فائدة من وراءه، بل يوغر الصدور، يوغر الصدور ويوقع العداوة بين الناس. فالجدال الذي لا فائدة من ورائه هذا منهي عنه، وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واجب. وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال في أمور الدين و العبادات ولماذا كذا لماذا كذا، الله جل وعلا نهى عن ذلك، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فالجدال الذي القصد منه إظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم، وكذلك الجدال الذي ليس منه إظهار الباطل ولا قمع الحق وإنما المراد به التكبر وبيان أن الإنسان عنده فهم وعنده، هذا أيضا مذموم، مذموم لكنه أقل من النوع الأول، لأنه لا يترتب عليه شيء بل يترتب عليه مضرة. في عهد عمر ظهر رجل يقال له صديق، كان يجادل في بعض الأمور ويناقش في أمور العبادات ويشكك في بعض الأمور، فضربه، استدعاه عمر رضي الله عنه وضربه، ثم أجلاه من المدينة حتى تاب إلى الله عز وجل، حتى تاب إلى الله ورجع عما هو عليه. هذا دليل على أن الذي ما همه إلا الجدال
والمناقشات في أمور العبادات والتشكيك في أمور الدين أن هذا رجل سوء، هذا الذي ينبغي أن يؤدب ويمنع من هذه الأمور والتظاهر بها أمام الناس. ويدخل في ذلك ما يعمل بعض الجهال الآن من تشكيك في الأحاديث، ولا لهم هم إلا هذا حديث كذا وذا حديث كذا، ويظهرون هذا على الناس والعوام. العوام مش مصلحتهم بهذا، هذا يشكك الناس في أمور الدين ويشككهم في السنة. لا يظهر هذا أمام الناس وأمام الجهال والمبتدئين في طلب العلم، هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة، ويكون بينهم ولا يظهر للناس أمام الناس. فيجب الحذر من هذه الطريقة. نعم. ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغار إلى كلامهم، هذا عود على ما سبق. إذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه يجب هجر كتبهم أيضا، لأنهم قد يكونون قد ماتوا، ما هم بين أظهرنا، ماتوا لكن كتبهم باقي، كتب المبتدعة باقي. فلا يجوز للإنسان المبتدي الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب، لأنه يغتر بما فيها وتروج عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر مما فيها. أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب، فليس له أن يطالع في كتب أهل البدع وكتب الفرق الضالة، لئلا تدخل في فكره وفي عقيدته، لأنه جاهل، وهي قد يكون لها بريق، قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقة تغر الإنسان الذي ليس عنده بصيرة. لأن الغالب أن أهل الباطل يعطون الجدل والشقاشق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقوله، تسمع لقوله، يحسنون القول بحيث أن اللي يسمعهم يظن أنهم على صواب، وإن يقولوا تسمع لقوله، ينمقون الكلام والحجج ويحسنون صياغة الألفاظ، وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. والشاعر يقول في زخرف القول: فزين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. في زخرف القول: فزين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله جل وعلا يقول: يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول غرورا، زخرف، الزخرف في الأصل هو الذهب، الزخرف هو الذهب. لجعلنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا يعني ذهب، يكون مزينة بالذهب والفضة من أجل أن استدراجهم والعياذ بالله، استدراجهم. وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى، بل هو إمهال واستدراج، لا حول ولا قوة إلا بالله. الزخرف أصله التزيين والتنميق، فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات وتنميق
في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انطلت عليه وتمكنت من قلبه. فلذلك يحذر من مطالعة أهل مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم، يحذر الإنسان من الاستماع إليهم إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. فهذا مقتضى التعامل مع أهل البدع وكتبهم. بعض الناس يقول اطبعوا كتبهم وروجوها لأجل الثقافة، هذه ثقافة ما لا دخل، هذه ثقافة وهذه آراءهم، والناس أحرار في آرائهم وفي أن يبدوا ما عندهم. نقول له لا، هذا لا يجوز فتحه على المسلمين، لا يجوز فتح هذا الباب على المسلمين، بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم، لأنها سموم، من مثل ما يحجر على الناس في السموم، تمنع السموم من الانتشار، هذه أضر والعياذ بالله. كذلك كما يحمى الناس من يعمل لهم حجر صحي من المرضى، فهذا أولى أن يعمل لهم حجر صحي، لأن هذا يغير الأبدان وهذا يغير الإيمان والعقول، فهو أخطر وأشد. فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال ونقول هذه ثقافة وهذه، والإنسان يصير عنده اتساع ويصير عنده اتساع فكر وعقل وعنده اتساع عقل لا يضيق هذا كله من الدعاية للباطل. فالواجب أن يحذر من أهل البدع في أشخاصهم، ويحذر من سماع كلامهم، ويحذر من كتبهم، وهذه بلية، بقاء كتبهم من بعدهم هذه بلية. ما نقول إنهم ماتوا وراحوا، هم وإن ماتوا بأبدانهم إلا أن أفكارهم موجودة في هذه الكتب ولها زبائن يروجونها، فيجب الحذر، يجب الحذر من ذلك غاية الحذر، فإنها خطر يهدد المسلمين. نعم. وكل محدثة في الدين بدعة. لما حذر من البدع والمبتدعة أراد أن يبين ما هي البدعة، ضابط البدعة ما هو، قال كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين فإنها بدعة، لأن الدين لا يقبل البدعة، الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط، ولا يقبل ما شرعه فلان وقاله فلان إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدثة في الدين إنها بدعة. أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها الإباحة والحمد لله، حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل، ما نقول إن هذه بدعة، هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى، يعني هذه ما هي من أمور الدين، هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده. نحن نركب الطائرة والسيارة والباخرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات، هذه مخترعات ما هي من الدين، هذه إنما هي وسائل نفع للناس، ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله، ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو، وإلا هي مصالح، هي مصالح للناس. فالحاصل أن البدعة هي ما أحدث في الدين، أما ما أحدث في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدع. نعم. الملابس، الأشياء التي أباح الله ليست من
هذا يخضع للعادات، يخضع للإمكانيات في كل وقت بحسبه. الصحابة كانوا يجاهدون بالرمح وبالسهام والنبل والسيوف، الآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة، الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل، حدث أشياء لم تكن موجودة من قبل. هل نقول إن هذه بدع ولا نبيه؟ لا، يجب علينا أننا نأخذ منها ما يعيننا على قمع عدونا. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. من قوة، هذه نكرة في سياق الأمر، فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته. ولا لو بقينا على الرمح والنبل والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة، لما أغنت عنا شيئا، إلا يمكن تدفع شيء يسير، لكن ما تدفع هجوم العدو وقوة العدو، ما تدفع إلا بمثلها أو أشد، أو أشد منها. ولهذا قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم. شوف، ما استطعتم، ولم يحدد من قوة ومن رباط الخير، لأن الخير فيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: معبود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهي آلة جهاد، وهي ترهب العدو، ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم، الله يعلمهم. فيها أعداء مندسون بيننا لا نعلمهم، فإذا أعددنا القوة أغضناهم. وإذا أعددنا القوة أغضنا العدو الخارجي والعدو الداخلي. أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي والعدو الداخلي. فلا بد من القوتين: قوة الحجة، وذلك بالعلم النافع، وقوة السلاح، وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالمنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، والكافرون يجاهدون بالسيف والسنان. نعم. وكل متسمي بغير الإسلام والسنة مبتدع. أيضا تسمي بغير الإسلام والسنة، كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتيكم الأمثلة على هذه الأمور. فالانتساب إنما يكون إلى أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتساب الصحيح. أما الانتساب للفرق والنحل والمذاهب والمبادئ المخالفة للكتاب والسنة، فإن هذا ضلال. نعم. وكل متسمي بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة. الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الجعفرية والموسوية، سموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر. قال: لا أتبرأ منهما، بل هما صاحب جدي ووزيراه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه ومستشاراه. قالوا: إذن نرفضك، يعني نتركك ولا نتبعك. فسموا بالرافضة، لأنهم رفضوا زيد بن علي من أئمة أهل البيت، سموا بالرافضة.
والذين ينتسبون إلى زيد من الشيعة يقال لهم الزيدية. الذين ينتسبون إلى زيد، لا نقول يتبعون زيدا رضي الله عنه، بل ينتسبون إليه مجرد انتساب، هؤلاء يقال لهم الزيدية. والذين ينتسبون إلى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء يقال لهم الجعفرية. وهؤلاء منتسبون فقط، ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله، لأنه من علماء أهل السنة ومن علماء السلف، فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة، ويكذبون عليه. كل كتبهم مشحونة بالكذب على أبي عبد الله. قال أبو عبد الله، قال من يعنون؟ يعنون جعفر الصادق رحمه الله، ينسبون إليه الكذب والعياذ بالله. هؤلاء يقال لهم الجعفرين. والصنف الأول يقال لهم الزيدية، الذين ينتسبون إلى زيد. وعلى كل حال نحن لا لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد أو إلى فلان أو علام، إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نحن مأمورون بالانتساب إليه. نعم. الجهمية، الجهمية هؤلاء يتبع الجهم ابن صفوان الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله، فهو ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهو يقول بالجبر أن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدر، هذا الجبر. وعنده أيضا الإرجاء، قضية الإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله، يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن، ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق، يكفي مجرد المعرفة في القلب. هذا مذهبه في الإرجاء والعياذ بالله. فهو جمع بين خبائث، جبر وإرجاء وتجهم، تجهم في الصفات وجبر في القدر وإرجاء في الإيمان، كلها قبائل والعياذ بالله. هذا هو الجهم بن صفوان، وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن أبان، عن طالوت، اليهوديين، فمذهبهم منحدر من مذهب اليهود. والجعد بن درهم قتله أمير العراق خالد بن عبد الله القسري في وقت الأمويين، قال للناس، جاء به يوم العيد المصلى العيد، خطب الناس وقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل إليه وذبحه تحت المنبر، وذلك بأمر العلماء الذين في وقته حكموا بكفره وردته ووجوب قتله، فقتل مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني،
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذا هو الجعد بن درهم. وأما الجهم بن صفوان فإنه تلميذه، هو الذي أظهر مقالته في الناس، لأن الجعد كان في عهد السلف، وكما ذكرت له أنه في عهد السلف كان أهل البدع مغمورون لا يستطيعون إظهار بدعته، فلما جاء الجهم بن صفوان أظهر هذه البدعة وناظر عليها ودعا إليها وأبرزها، فقتله سلم بن أحوز، قتله سلم بن أحوز الأمير الذي كان في جهته، فقتله كما قتل شيخه الجهم بن صفوان. وهكذا كان السلف، كانوا يبادرون إلى قتل الزنادقة والمبتدعة والمرتدين، يبادرون إلى قتلهم وإزالتهم من الوجود حماية لهذا الدين، وكان ذلك بفتوى من أهل العلم في زمانه. نعم. والخوارج، والخوارج وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع، رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه. كانوا معه، كانوا في الأول معه يجاهدون معه، ثم إنه لما صار التحكيم بينه وبين أهل الشام، وذلك بأنهم هم الذين ألحوا على علي رضي الله عنه بقبول التحكيم، ألحوا على علي بقبول التحكيم، فقبله رضي الله عنه مكرها، وإلا هو يرى الاستمرار في القتال حتى النهاية. فلما ظهر التحكيم في غير رغبتهم خطأوا عليا وكفروه وقالوا أنت حكمت الرجال، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. فخرجوا عليه، شقوا عصا الطاعة وتجمعوا، والتف بعضهم إلى بعض، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان، في معركة النهروان، فقتلهم شر قتله ونصره الله عليهم وأراح المسلمين من شره. ولكن هذا المذهب باب، مذهب الخوارج باب، ومن مذهبهم تكفير أصحاب الكبائر من هذه الأمة، يقولون إن مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر وغير ذلك من الكبائر الذنوب، من فعلها كفر وخرج من الملة. وهذا خلاف، والعياذ بالله، هذا خلاف الحق، خلاف الكتاب والسنة، مذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة من المسلمين يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يكون كافرا، هذا هو المذهب الحق. فهم جمعوا بين جريمتين، جريمة الأولى الخروج على ولاة الأمور، واعتبار أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو المنكر بعينه وليس هو معروفا، والناحية الثانية تكفير العصاة من هذه الأمة المحمدين. وبموجب ذلك حكموا على أنفسهم هم بالكفر والخلود في النار، لأنهم هم أيضا لا يسلمون من الكبائر، خروجهم على ولي الأمر أليس هو من الكبائر؟ أليس أيضا ما يحصل منهم، هم ما يحصل منهم معاصي ولا يحصل منهم مخالفات؟ فمعنى هذا أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر والخلود في النار والعياذ بالله. هؤلاء هم الخوارج. فكل من ذهب هذا المذهب وهو شق العصا والخروج على أئمة المسلمين أو
كفر عصاة المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فإنه من الخوارج في أي زمان وفي أي مكان. نعم. والقدرية. القدرية، القدر هو الركن، يعني الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. في الأجل وفي الأبد، وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله سبحانه وتعالى شاء وأراد كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية، أنه بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، وأن تؤمن أن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء. هذا هو الإيمان بالقدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعلم هذا، هذا هو الإيمان بالقدر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. هناك فرقتان تخالفان مذهب أهل السنة والجماعة في أمر القدر. الطائفة الأولى غلت في إثبات القدر ونفت قدرة العبد ومشيئته وإرادته، وأنه يعمل بدون مشيئة ولا قدرة ولا إرادة، وإنما هو مجبر على أعماله ليس له فيها اختيار. هؤلاء يقال لهم الجبرية، غلوا في الإثبات، غلوا في إثبات القدر ونفوا إرادة العبد ومشيئة العبد. والطائفة الثانية القدرية النفاة، الذين غلوا في إثبات قدرة العبد واختيار العبد ومشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وقدرة الله. هؤلاء غلوا في جانب وهؤلاء غلوا في جانب. هؤلاء غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبد، وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم القدرية بفرقتين، الغلاة والنفاة. ومذهب أهل السنة والجماعة معلوم، إثبات القدر وأن لله مشيئة وإرادة، وأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته، وأن للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار يثاب عليه أو يعاقب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم يقال لهم القدرية لأنهم خالفوا في القدر. نعم. المرجئة، هؤلاء الإرجاء هو التأخير، الإرجاء في الأصل هو التأخير. يقول أرجأت الشيء بمعنى أخرت. ولما استشار فرعون ملأه في موسى وقومه قالوا أرجه وأخاه، أرجه يعني أخر شأنه إلى أن تنظر وتجيب السحرة، خلوهم يناظرونه أمام الناس لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. ظنوا أنهم سيتغلبون على موسى إذا جاءوا بالسحرة اللي عندهم، وموسى ساحر فسيتغلبون عليه. الله أراد عكس هذا، أراد أن يبين أن موسى جاء من عند الله عز وجل، وأن ما معه معجزة من الله سبحانه وتعالى لا يقابلها السحر. ولهذا في هذا المشهد العظيم ظهر بطلان السحر، وتاب السحرة وخروا سجدا لله عز وجل، لأنهم عرفوا أن ما معه، لأنهم أصحاب فن وأصحاب معرفة وخبرة في السحر، عرفوا أن ما مع موسى ليس هو من صنع البشر، وإنما هو معجزة من الله سبحانه وتعالى وآية على صدقه، فآمنوا به.
الشاهد من قوله أرجه وأخاه يعني أخره، أخره حتى يحصل المناظرة ويريدون إبطال ما معه أمام الناس. هذا هو الإرجاء. والمراد بالإرجاء هنا تأخير الأعمال عن الإيمان، يقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان، أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان، فجعلوا الأعمال شيئا والإيمان شيء آخر. هؤلاء هم المرجئة، وهم فرق أربع. فرقة الأولى الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يعمل شيئا، ولو لم يعتقد، ولو لم يصدق، ولو لم يقل شيئا فهو مؤمن ما دام يعرف في قلبه. وعلى هذا يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف إن ما جاء به موسى حق، لكنه يتظاهر بالإنكار من باب العلو والاستكبار والعياذ بالله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فعلى مذهب الجهم الجبرية يكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف بقلب إبليس، يكون مؤمنا عند هؤلاء لأنه يعرف، بل صرح ونطق قال ربي ربي بما أغويته، وقال فبعزتك، أثبت لله العزة وحلف بها. فيكون إبليس مؤمنا على مذهب هؤلاء لأنه يعرف، ولا يكفر أحد على وجه الأرض بهذه الطريقة. هذا مذهب باطل، وهذا أقبح الإرجاء. الفرقة الثانية الذين يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، يقولون ما تكفي المعرفة، لا بد من التصديق بالقلب، ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه، ما دام مصدقا بقلبه بالله وبرسوله وبدينه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا قول الأشاعرة، قول الأشاعرة ومن وافقهم من علماء الكلام، فالإيمان عندهم مجرد التصديق بالقلب. الطائفة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان مجرد القول ولو لم يعتقد بقلبه، إذا نطق بلسانه فهو مؤمن ولو لم يعتقد بقلبه، وهذا قول الكرامية أتباع محمد بن كرام، الكرامية أتباع محمد بن كرام الذي سيأتي لكم. الفرقة الرابعة من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، أما العمل بالجوارح فهذا ليس من الإيمان، وإنما هو شرط للإيمان أو مكمل للإيمان وليس هو من حقيقة الإيمان. وهؤلاء يقال لهم مرجئة الفقهاء، لأن عليه كثير من الحنفية، هذا مذهبهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأما الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان. إذن نجد أن المرجئة في جميع فرقهم الأربع كلهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وعندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان جبريل مثل إيمان أفسق الناس، لا يزيد الإيمان ولا ينقص عندهم. بل بعضهم يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة، هذا من فروع مذهبهم الباطل. أما أهل السنة والجماعة فكما درستم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس إيمان الناس على حد سواء، بعضهم أكمل إيمانا من بعض وبعضهم أنقص. هذا هو القول الحق الذي يجمع بين الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ناس المعتزلة هم الذين نسبة إلى
إلى واصل بن عطاء شيخهم ورئيسهم، وكان في مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، فسئل الحسن عن مرتكب الكبيرة فقال هو مؤمن ناقص الإيمان، فقال واصل بن عطاء: لا، أنا لا أقول هو مؤمن ولا أقول كافر، أقول هو بالمنزلة بين المنزلتين، وإن مات ولم يتب فهو كافر مخلد بالنار. اعتزل مجلس الحسن وانضم إليه طائفة من أتباعه فسموا بالمعتزلة من ذاك الوقت. ومذهبهم قريب من مذهب الخوارج في الإيمان، يقولون إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن خارج من الإيمان، لكنه لا يدخل في الكفر، فليكون بالمنزلة بين المنزلتين، وإن مات ولم يتب فهو كافر كما يقوله الخوارج وهو مخلد في النار. هذا مذهب المعتزلة. ومذهبهم في الصفات أيضا، ينفون الصفات ويؤولونها إلى غير ذلك من مذاهبهم الباطلة. هؤلاء هم المعتزلة. نعم. الكرامية أتباع محمد بن كرام، وكان يغلو في إثبات الصفات إلى حد التشبيه والتجسيد، فعنده غلو في إثبات الصفات إلى حد التشبيه. نعم. أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا عليه غالب الأشاعرة وكل الأشاعرة اليوم، ينفون غالب الصفات ولا يثبتون إلا الصفات السبع أو الأربع عشرة كما يقولون، لأنها يقولون دل عليها العقل وما عداها لم يدل عليه العقل، وإنما دل عليها السمع فقط. هذا مذهب الكلابية. نعم. ونظائر هذه الفرق، لأنه ما إنما جاء بنماذج فقط، وإلا الفرق كثيرة وتحدث فرق وتتفرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا هذه أصول الفرق، وإلا تشعباتها وتفرقاتها أكثر من 73، لكن هذه أصولها. نعم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها. آمين. نعم. وأما بالنسبة إلى المأخذ بفروع الدين فالطوائف الأربع ليس بمذموم. نخلها المسألة بعد الأذان، هذه مهمة. نعم. وأما بالنسبة إلى الأمر في فروع الدين الطوائف الأربع فليس بمذموم. شوف، والانتساب إلى شخص في أصول الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، والمراد بأصول الدين العقيدة، العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما يتبع فيها الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للاختلاف فيها، ولهذا لم يختلف فيها السلف الصالح ولا من جاء بعدهم ممن تبعهم، لم يختلفوا في العقيدة، لأن العقيدة توقيفية مبناها على التسليم والانقياد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة لم يختلفوا في العقيدة، لا أئمة التابعين ولا أئمة من جاء بعدهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، لم يختلفوا في العقيدة. العقيدة ليست مجال للاختلاف ولا للاجتهادات، ومن خالف فيها فهو ضال. إنما الاختلاف يقع في مسائل الفروع، مسائل الفقه، مسائل الفقه العملي، لأن مدارها على الاستنباط والاجتهاد، ونحن مأمورون بالاجتهاد،
في مسائل الفقه والنوازل التي تنزل والحوادث التي تحدث نحن مأمورون بالاجتهاد فيها ومعرفة حكمها في كتاب الله وسنة رسوله، لأنها لم ينص عليها. المنصوص عليها لما في الكلام، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم المسكرات، تحريم قطيعة الرحم، هذه منصوص عليها ما يحتاج إليها. المجال هذا التسليم نص على حكمها، خلاص ما عندنا مجال دي. المباحات التي نص الله عليها، أحل الله البيع، البيع ما في مجال للاختلاف، لأن الله نص على حله، والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه منها من الكتاب والسنة. وهذا مجال الفقهاء ومجال المجتهدين، ولذلك اختلفوا في اجتهاداتهم، وتكون من ذلك المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام، مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد. بمعنى أن كل واحد من هؤلاء الأئمة له طريقة في الاجتهاد، له طريقة في الاجتهاد والاستنباط، وكلهم يقصد الحق ويقصد الدليل، ولا يجوز للعالم أنه يقلد غيره ما دام عنده تمكن من معرفة الدليل بنفسه والبحث عن الحكم، فإنه يجتهد حسب طاقته ولا يقلد أحد، إنما التقليد للعالم والمبتدي، أما العالم المدرك فهذا يجب عليه أن يجتهد وما توصل إليه اجتهاده يعمل به، فإن أصاب فله أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، ويغفر له الخطأ، يغفر له الخطأ، ولكن لا يجوز لنا أن نتبعه على هذا الخطأ. هذا الاجتهاد محمود، والاختلاف فيه ليس مذموما، لأنه نتيجة اجتهاد وطلب للحق لا نتيجة هوى. أما إذا كان الاختلاف نتيجة هوى وشهوة هذا لا يجوز، يعني الإنسان ما يأخذ إلا ما يوافق هواه أو رغبته، هذا مذموم.